بسألها عن رد فعلها، أو رد فعلها لما بتسمع عن تجاوب الجمهور العربي بشكل كبير والجمهور المصري مع النجاح الكبير للكازا دو بابيل. هل تابعت هذا الصدى اللي حصل في المنطقة العربية كمان لهذا المسلسل؟ في الحقيقة أنا لا أصدق، أنا لا أصدق فعلا أنني فعلا سعيدة. ايه الرسالة اللي انت بتوجهيها وفي نيتك ان تقدميها لشباب العالم من خلال حضورك ومشاركتك في المنتدى السنة دي؟ من حيث انهم يتكلمون باللغه العربيه، وانا اعتقد ان انا لا اصدق نفسي ان انا اتحدث مع وزاره التحدث باللغه العربيه، وهذه اول تجربه لي شيقه.